صحافة زيكو اما تزعفو ما والو ما تعصبو ما والو، فوتوا الفاكاس ديالكم نورمال وروحوا. شوف قعدوا حتى واحد 6 شهور نورمال، فوتوا الفاكاس وقعدوا، لانه غادي تجيو في سبتمبر وانا على بالي كان شي وحدين راهم كتبوا عليها، ولكن نتوما غادي تجيو غادي تصدموا، لانه نهضة بركان اعتمدوا القميص ديالهم هذه شحال اليوم غادي تفاليدا تفاليدا القميص ديالهم غادي يلعبوا به الموسم عادي. المشكل اللي كان واقع كنا رابحين، حنا ربحنا، شوف حنا ربحنا المغرب، ربحنا الكاف، ربحنا كلشي في لي بلاطو بالقوانين اللي كانوا جايبينهم وحطوا لنا القوانين، وقال لك الماده كذا تقولوا الماده كذا تقول في الفيفا، والفيفا ما عندهاش الحق ولا طاطاطاط والطاس، وغادي نمشيو 6 ديال المحامين و17 محامي وعندنا الحق باش نربحوا اتحاد باش تربح اتحاد العاصمه نهضة بركان، فرحق اتحاد العاصمه شفتوه؟ لا ما تجيبوش. نهضة بركان غدوة تلاقى مع اتحاد العاصمه واش تنسحب؟ وعلى بالك هذه المره هذه بالله بدلوا اللجنه ديال المعاقبات وبدلوا الامين العام، يعني مشاو لنا الجنوحه الصحاح اللي كنا متكين عليهم، الجنوحه اللي كنا متكين عليهم باي باي، يعني كيفاش غادي نديروا مع الصحاح؟ لانه الكاف درك راها تغيرت بواحد 60-50% حتى 70% راها تشونجا، ومازال غادي تشونجا، ومازال الرئيس الجديد اللي غادي يكون في مارس 2025 غادي تكون الصدمه الكبيره، يعني وتشوف الجهد، يعني يا اما تلعب يا اما نسحب، لانه نهضة بركان تلعب مع افريقيا كامله ما ينسحبوش الا حنا، والبروبليم هذا كيفاش غدير له؟ دروك انت عندك دير الطعن ديالك لاكاف، شكون غادي يقبلوا لك؟ ما خاصش يقبلوا لك، لانه الخريطه في لاكاف معتمده كليا. كنتو تكذبوا في لي بلاطو وتقولوا بانه ما يقدروش وهنا ومنا، راه ما كاينش شوف ما كاينش قانون باش غيتساند عليه باش تقلع لهم. الفيفا هذه اللي كنتو تقولوا الفيفا والطاس وكل شيء الا الكذب في الكذب من الاخر. انا نقول لكم انا قلت لكم النهار الاول كنت نهضر على هذا الشيء ودرت فيديوهات، وكنا فيديوهات طلعوا ما شاء الله وشافوهم شعب بزاف، كنت نقول لكم الحقيقه، كنت نقول الحقيقه يعني ما كذبت فيها. المرة اللي فات درت فيديو عليها قلت لكم اودي راه غادي خسرنا القضية، جات اليوم الناس اعتمدوا التريكو ديالهم ما شاء الله عليهم، لأنهم عندهم بعدوا علينا بسنوات، هربوا واحد يعني باش غيتلحقهم خاصك بزاف خدمة، وهاد الخدمة بزاف يعني من يجي تلحقهم هما يكونوا داو كأس العالم، يمكن الأخ غيكون جاب كأس العالم وحنا مازال ما لحقناهش. علاش؟ لأنه الفرق في التكوين، الفرق في الخدمه من المدارس، الفرق مشى راه الرابع مونديال، في الرابع طلع هو وصل للرابع مونديال، يعني باش غتلحقها ما خصك مالك، هذيك عمره ما غادي يلحقوه تتفنى الدنيا، ثالث مونديال في الاولمبياد، انفانتينو ولا هو يجي عند القجع يدور على القجع ويهود عنده ويتلاقى معاه وكل شيء، لانه شافه يخدم النساء، يخدم النساء، يخدم الذكور، ما خلى حتى حاجه، ما شاء الله عليه، يعني الانسان هذا خدام. نتمنى له ان شاء الله التوفيق وان شاء الله يدي الالقاب، باقي له لقب واحد، لقب اللي باقي له واش هو يجيب لقب دافريكي يصبح احسن رئيس في العالم في افريقيا، احسن رئيس في افريقيا يدي لقب دافريكي. علاش؟ غادي نقول لكم علاش يدي لقب دافريكي، وصل رابع عالميا، ثالث في الاولمبياد، ولي كاتيجوري كاملين راهم يمشيو لكوب دو موند، الإينات أول مرة في التاريخ دولة في الدول العربية تطلع المنتخب المغربي يطلع الدوزيام تور، المهم خدام، الأوديسات عاود راهم في لكوب دو موند، يعني الأوديزناف راهم في لكوب، يعني يخدم، يعني لو كان يدي لكوب دافريكي يولي أحسن رئيس في تاريخ الكرة المغربية، بعد تاريخ الكرة المغربية يولي أحسن رئيس، وفي إفريقيا ما كانش رئيس اللي دار نتائج بحاله. جيبوا لنا رئيس في افريقيا داو لي كوب دافريك، ولكن باش على المستوى الافريقي حاجه، ولكن هو على المستوى العالمي لاشعاع ديال الكره المغربيه مستوى عالمي رضح حاجه كبيره، يعني المغرب ولاو يعرفوها شي دول اللي ما كانوش يعرفوها، المغرب ولا الاسم ديالها طالع بزاف، درك المغرب ولات من تمشي تلعب في لاكوب دو موند يجيها هذاك الشيء عادي نورمال عادي بحال راه طالع يلعبوا دوري ديال الاحياء، ما ولاوش يخافوا ما يخاف من اسبانيا ولا من بلجيك ولا من بلجيك ولا من هولندا ولا من المان، ما يبقى خافش منهم، يمشي يلعب ويلعب يربحهم، غادي داخل باش يربحهم، ماشي كيما حنا داخلين 20% نتعادلوا و 80% نخسروا، لانه نحكيو بهذاك لا هذو قويين علينا مدربين، لا كيف، ولكن هما داو تجربه دروك دخلوا في وسطهم صافي يدخل يطحنا ما على بالوش، هذا هو الفرق اللي ولا درك ما بين المنتخب المغربي والمنتخبات الافريقيه عامه والمنتخب الوطني الجزائري، يعني الانسان ناس خدمت باش وصلت لهذا النيفو، باش وصلت تلعب مع البرازيل تربحها، تلعب مع الارجنتين تربحها، تلعب مع اسبانيا تربحها، تلعب يعني ما يخافوش من هذا النوع،
غدوه يمشي لاكوب دو موند 2026 يطيح في المجموعه واخا تكون فيها البرازيل والارجنتين والالمان، المغرب يخرج من مجموعة يتأهل لانه فريق قوي، فريق ماشي مخوافش. حنا لا لا لوكاسك تطلع وقاتلنا القرعه، يا ربي تجيبني مع اوزباكستان وباكستان وطاجيكستان، يعني هكا نفكروا هكا نقولوا، لانه ما نقدروش طيحك مع الالمان ولا طيحك مع البرازيل. اه يا ربي واحد واحد يقول له اربعه، واحد يقول له خمسه، واحد يقول له يا ربي نخرجوا غير بجوج، لانه الخوف ركبنا. بصح هو يطيح مع البرازيل، عادي يلعب مع البرازيل عادي عادي، ديجا ربحها، ديجا لعب معها ربحها، ربحها في طنجة، وأول مرة يهزمها منتخب عربي. يعني هنا باش تفكر للناس كتبت تاريخ كرة القدم، وهنا حصلنا في خريطة ديال من ديال بلادهم اللي يخدموا بها ويلعبوا بها، يعني خريطة لاصقة في بلاد ديال بلادهم، حنا واش دخلنا عندهم؟ هذا هو، ها هما عندهم المواهب. ها هو درك تخيل انت، تخيل انت درك خمم معايا في المهاجمين، الكعبي ما راش يلعب مليح، مازال ما كان والو، مازال بالبداية ديال البطولة، النصيري مات ما تحركش، شكون اللي راه محرك اللعبة؟ مالك أمين الوزاني، أمين الوزاني راه مسجل ثلاثة، اعتبر يزيد يسجل السيمانة الجاية، يدق على وليد الركراكي يقول له دف 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 راني هنا، يعني صح وليد الركراكي غادي يشوف المهاجمين لي ستاتيستيك، ما عندهاش، عندها الرحيمي صافي، الرحيمي الهداف أوبليغاتوار خصو يجيبه، الكعبي غادي يقدر يجيبه. ها بصح يجيب معها أمين الوزاني، سي 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 لا لوجيك، هذه كرة القدم، لأنه واحد بان سجل وراه مديماري ومنطلق، راه سي نورمال خاصني نجيب هذاك. بان البارح مدافع مع خطافي ما شاء الله عليه، مدافع البارح بان مع خطافي ما شاء الله مغربي، يعني الناس عندها المواهب. أي خطر راك تفرجت يخرج لك واحد مغربي من الجن، علاش؟ عندهم بزاف ما شاء الله في أوروبا. اليوم غادي تبدا البطولة الفرنسية، كاين ثلاثة ولا يلعبوا في الهافر، حكيمي يلعب في باريس سان جيرمان، راهو تفرجوا كاين البطولة ديال أوروبا عاود تنطلق كيفها ما شاء الله، المزراوي مانشستر يونايتد، أمرابط غدوة يلعب هو وريتشاردسون مع فيورنتينا، ومرابط راه باغي سيميوني ديال أتلانتيك مدريد، باغي يديه لأتلانتيك مدريد. الناس خدمت على واحد النيفو اللي ما شاء الله وهارب، وهنا كنا بكري كنا نتفرجوا لعنتر يحيى، زياني، بوكرا، كريم مطمور، كنا نشوفوا هاد اللعابه شويه في اوروبا. اليوم ولينا ما كانش لعابه في اوروبا، نسناو بن ناصر يا ربي ينوض من الناس، نسناو رامي بن سبعيني راه كاتلو البنك، عمورات تبليسه ما كانش، يعني هنا تفرقت خوات خواوها من 2017 اللي هنا خواوها. نجيو لدرك الخريطه من تعتمدات، ما عندكش خيار، درك واش تبقى تنسحب الاقصاء مباشره والعقوبه اللي غادي تلقاك، لانه الطاس ما حكمتش، الطاس صافي الطاس قالت الكاف دبري راسك، لانه اصلا ما كانش دوسي في الطاس، واصلا هذيك الاشاعات ديال الطاس وطرطاس وبرطاس كلشي مشى في الحيط من الاخر. هنا باش تفهموا اللعبه كيفاش تلعبت، هما خدموا على المستوى العالي ووصلوا له، انت ما خدمتش، انت جيت ريحت راني نستنى غادي نديرو نجيو للبلاطو نعطيو شويه صحافه ندورو معاهم باش يخدموا ويطلعوا لنا المستوى ويديروا ما بغاو، ويبقاو يطلعوا لنا المستوى في البلاطو والقوانين، وجيب هذيك وجيب هذيك والماده تقول هذيك، والفيفا ما تعتمدش على الخرائط والفيفا، بصح مين تمشي للفيفا وتشير شي في الفيفا تجبرهم معتمدين الخريطة المغربية كاملة، يعني علاش راهو تكذبوا علينا حنا؟ وعلاش تكذبوا على هذا الشعب؟ هذا هو الفرق، علاش تكذبوا على هذا الشعب؟ ها كاين خلل، لا عندكم خلل داخل دماغي، وصحاب لكم الحاجة ما تنفضحش، كل شيء يتفضح مع الوقت، كل شيء يتفضح، ها هو يتفضح مع الوقت، ومازال يتفضح لقدام. هل قدام تجي مع بركان كيفاش ما تلعبش، تجي مع الرجاء ما تلعبش، تجي مع الجيش ما تلعبش، ما عندكش حل، درك خيار واحد ما عندكش، كل شيء كنتو تكذبوا وكل شيء كنتو داين دخلناها في حياة، درك دخلتوها في حياة، درك يا اما تلعب يا اما نسحبوا ونمشيو لاسيا نلعبوا من الاخر. باش تقول لي غادي دير طعن لاك، ما عندكش حق، اللي فيه لاك الافريقيه كامله معترفه بالتريكو ديال بركان وكامله تلعب معاه من الاخر.
ايه السلام عليكم، تهلاو فراسكم الى فيديو لحق ان شاء الله.